كرم اتحاد الكيك بوكسينج أصحاب الإنجاز في بطولة عالم للناشئين التي أقيمت مؤخرا في بودابست العاصمة النيجيرية بمشاركة كبيرة من منتخبات دول العالم، وتمكن لاعبو المنتخب الوطني من حصد 4 ميداليات ذهبية من معتز عرباسي وثلاث برونزيات لمعاذ أبو عيدة، عدي دعمس وسامي الأخرس. وهذا الاحتفال أقيم برعاية نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة جهاد اقطشات، وشمل الاحتفال أيضا تكريم إلى جانب اللاعبين أصحاب الإنجاز كل من المدير الفني للمنتخبات الوطنية عيسى بن نصار، ومدرب منتخب الشباب علي أبو حصوة، ومدرب منتخب السيدات محمد فرحان، ولجنة الحكام ممثلة برئيسها الدكتور زايد حماد، واللجنة الفنية ممثلة برئيسها المهندس محمد الحمود، ولجنة البساط ممثلة برئيسها محمود الخطيب، والكابتن فادي الصقور مدرب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورجل أعمال ماجد هارون، ورجل أعمال المهندس سامي باجس، ورجل أعمال عودة الرمحي. حقيقة حفل أنيق ويليق بهدول الأبطال. أنا بشوفه إنجاز كبير إنه شبابنا يشاركوا في بطولة عالم وينتزعوا ميداليات ويعزف السلام الملكي ويرفع العلم الأردني في دول أوروبية. أنا بشوف إنه هذا حدث كبير. ببارك لأسرة اتحاد الكيك بوكسينج وللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ولأهالي اللاعبين. اليوم الحفل هذا كان بمناسبة حصول شبابنا اللي شارك في بطولة العالم في هنغاريا على ألقاب كانت رائعة وجميلة في هذا المنافسة العالمية الكبيرة. حصل في عنا اللاعب معتز عرباس حصل على الميدالية الذهبية، وهي كانت أول مشاركة له في بطولة العالم، وأيضا حصل عنا 3 لاعبين على الميدالية البرونزية. وطبعا هاي البطولة هي من أقوى البطولات على مستوى العالم لرياضة الكيك بوكسينج بمشاركة أكثر من 4000 لاعب من كل أنحاء المملكة. فالحمد لله رب العالمين استطعنا يعني بجهود اللاعبين وجهود مدربينهم أنه نحصل على هيك إنجاز. الحمد لله يعني الإنجاز صعب جدا، مش أي حد بيقدر يجيبه، وكانت البطولة قوية كثير. وبنشكر الاتحاد على الاهتمام، ونشكر المدربين يعني اهتمام رائع، نشكركم على اهتمامكم كمان. ويعني بصراحة البطولة كانت صعبة كثير، ومنافسات كانت قوية كثير، ومش أي لاعب يعني بيقدر. ونشكر أصدقائي زملائي في التدريب كمان.